Wa inna syarra nukrikum pada saat
إِلَيْهَا لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحْتَجُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا شَيْئًا وَاحِدًا تَمُدُّهُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شيئا واحدة فإياهم جميع لدينا مقدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهل إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أبوابهم وتقلبنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يهتدون ومن يعمر نفسه وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزرعناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يرشدون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يهجمك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي الإنسان وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين
اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وزوالك وعيازك من كل شيطان مريد وزبار عنيد وزعن وزباع ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقمنا بالتقوى والاستقامة وعجنا وإياهم من مجيبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين ولجبنا كمال المتبادل الطاهر وباطنا في أبيات والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وسلم اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oh.
Allah, Allah, Allah.
صلى الله عليه
Yeah.
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سعادة نعم بها اللسان أما ضربنا وجلال من التصديق بها والعزال تثبت بها في سرور بأجل إيمان تواعده وتلو على اليقين من سر ذلك العزال وتصديق السوائل وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق بقوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأعطى الله به من الأمة بشرا تيسيرا فقال بظلمة الجليل المصطفى السري من سراجا وقمرا منيرا وما أعظم من منة تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وبقدريتي وأوسعها على يد عبد الذي وفى بها في العبودية وبرز بها في إدراك الكمال وقام بها في الربوبية في مواسم الخصمة لله وأقبل علي غاية الإقبال صلاة يتسل بها المصلي عليه به صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به صلى الله عليه فيا مسجد في قلبي نور سر تعلقي به وحبه ويرضه بها بعناية الله بإذنه وعلى آله وصحبه الذين رزقوا صوت المجد بقربه وتفيه ظلال شرف الأصل بهده وحبه ما أقدر أكوان بنسر ذكراه النسيم وصل وسلم أسرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه يا ربي صل على رسول محمد سر الأولى يا ربي صل على الرسول محمد سر الهدى الأنبياء والمرسلين الغر ختم الأوائل يا ربي صل على الرسول محمد سر الهدى يا ربي صل على Yeah.
صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلمت رسالة الله بالعلم القدير بدور أشعار التخصيص بالبشار الكريم بالتقديم والتقرير نقلت القدرة بالغة بالنعمة الواسعة والمنة الغافرة انطلقت بيضة التصوير في عالم البطولة بالقمر الكبير عن جفاء المشهود بالعين طبيب وسم القمر المطلق وحسن النور والسير فتلقى ذلك جمال الميمون بالعصرات الرزاق الغريبة والفتون فما من زوج ذمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو غفر الطرود الذي يتنقل ببروده ليتشرف به موطن تضيعه وموضع قد شاء لنا منه سفرا بطابق من على المشارب وقف لربي محمد حمدا جل ولو شكر على ما قد حبل من مواهب يا قريبا يا رحيما جل وعجل في المطالب من توجه تحمام ما رجع من لك غالب قد أتى رحمك طائب أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بزهور أشرار تخصيص بشراب سراب الكريم بالتقديم والتعظيم نقلت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغابرة فانطلق بيضة التسوير بعالم البطولة المقبير أن جمع المسعود بالعين حبيب الوصف بالعمل المطلق والحسن التقوي والزين فتنقل ذلك جمال الميمون بالعصر بالقريبة والقطون وما من زوج لما إلا وتمت عليه من نعمة وهو غفور الطلب الذي يتنقل ببروده ليتشرف به باطن اشتعاره موضع بروده وقد وقدت الأقرار ودار لا زانيته بما قصت وأظهرت من عشر ذلك النور فجعلت وأنساست إيمانا حساسا فقال مستقره بالعصر أسلا بلا مسافة غافرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى فرز من عمل شهادة البشر فقد بشر ونورا حيا وغابوا قال سوء وبار فتعلقت المكروه بعد ملياته الغروب بأن يرقم بهذا الفرق من موالاه من أجانب ذلك النور المحروم
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن على ذريته كرة مضمونة والجوار منصونة والقوم كلهم يصدقون ويبصر في رسول والمسلم والبصير والعيون متشوهة إلى قروجه متشوهة إلى تقاط الجواهر قروجه وقرود you
Rasulullah, ya Rasul.
Oh,
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ورحمة الصحبة صلى الله عليه وسلم المعاصي الأخوات مما طلب من كتابة القدور الأوراق قال بنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى بابي الزاكية تقدر عنه ومضع شاهد وقيدة وغامرة لا توجه إليه بأشرف وسيد
الهدين سيدنا المرسلين من الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تسلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع يا مناظر عبد ذي سرك وحبيب عياد دعوتك الشاملة الأمير الأكبر المعظم الأمن والمحسن وأساس الشرف الأبخر في كل باطن من بواطن القرب والمزهر قاسم عمان عمان طبيب بارية وزاد قرش شركة لأهل البلاد سيدي قبلين وأشرف شقلين العبد المحمود الخالص المخصوص من أجل الخمس الرئيس اللهم صل وسلم على نبي وعلى آله وأصحابه وأهل أمراض اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وشقامتنا بعين عناياتك وأن تحفظنا في جميع الأقوالنا وتقلباتنا في جميع رعاياتك وحسن مقاياتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا ونرحمك منا ما تحرمنا به من بيتنا وأعمالنا وتجعلنا بأفراد هذا الحبيب من الخاطئين وبطريق اتباعه من السالكين وبطريقه من المعدين ولأنت من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة ولتغرنا وزنونا جميلة يا وسيلة بينك فلا تخيبنا آمنا بدعوة رسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بيديك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسع بإساء مساء والسائل بما سأل والمؤمن بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزاره وغلا وزهره وأم ببركته وشريفه وبجحته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأهل معايات الدعاء الدين القريب في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان أيام أهلها معمورة معنى وصورة واشد لهم قربة المقربين واشد لهم قربة المقربين واشد لهم قربة المقربين وابدينا مهدين وغفر لمجردين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المبتلين والظالمين وابسط العذابون إلى حق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك يا نفس العلم أنا معلم دين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب برسل عسل من جميع البلايا واجعلنا يا رب برسل عسل من جميع البلايا واجعلنا يا رب برسل عسل من جميع البلايا وبحس الفقير من الظلوم والخطايا واجبنا بعمل طاعتك وصدق في خدمتك القائمين واذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب
الحبيب المحبوب إلى جسام الأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب إلى جسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب سبحان ربي رب العزة عما يصفون عيون دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati al-mukarram guru Hanafi, yang kami hormati Ustaz Muhammad Rizki selaku karim, yang terhormat ibu-ibu seluruh jemaah Yasinan Manggarai Darul Huda, khususnya warga Gang Sagiran Gang Sederhana, dan juga yang kami hormati yaitu rombongan Maulid Al-Habsyi As-Sibah Firdaus sekaligus berserta undangan sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah. Marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayah yang juara, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di dalam ruangan langgar Hijratul Huda yang sangat mulia guna memperingati peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Di sini kami selaku penitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ustaz, yaitu kepada Tuan Guru Haji, Tuan Guru Hanafi yang kami muliakan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pari, yaitu Muhammad Rizki yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami pada hari ini. Dan juga kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kepada warga yang pernah memberikan berupa sumbangan tenaga serta pikiran sehingga dapat terlaksananya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sore hari ini. Maka kami tak dapat membalasnya, mudah-mudahan Allah yang memberikan ganjaran pahala yang sesuai dari sumbangan ibu-ibu semua. Baiklah, kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, kedua pembacaan puisi Al-Qur'an, ketiga ceramah agama sekitar Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat doa, kelima penutup. Baiklah, kita buka acara ini bersama-sama dan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara yang kedua, yang ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Untuk ini kami minta dengan hormat kepada Muhammad Rizki, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أسوة حسنة كان يرجو الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدت الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم
Masuki acara pokok yaitu tausiah agama atau ceramah agama